حضرتك مع الثوره او ضد الثوره؟ مشان هيك عم ترك ده اليوم على عين المريسه. شو خاصه انه انت مع الثوره؟ اكيد. شو مطالبك؟ شو مطالبك؟ شو مطالبك بالثوره؟ سألت سؤال غلط. اولا نحن مين نحن؟ يعني نحن من هالعامة الناس. بس انه مين انتم تحديدا؟ نحن بلجنة العفو العام. نحن قبل مين انتم؟ عم اقول لك نحن لجنة العفو العام. نحن بهذا الموضوع بهذا الحراك عم ترجع تقول لنا نحن على فكره. ايه نحن يعني مين انتم؟ اللجنة. لجنة شو؟ لجنة الاصلاح والانماء. اوكي 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 ذكرت لك. ايه. نحن بهذا الموضوع كنت عم ترجع تقول لنا نحن. شو بدي اقول لك انت وانت ومدامتك يعني؟ عم اقول لك نحن من اللجنة. لجان. لجنة شو؟ لجان لجنة الاصلاح والانماء. اوكي ذكرت لك. ايه. فهذا الموضوع مدامتك موافقه انه انت عم بتقول نحن انه انتم عن اللجان ومش عم بمهما حبيبي انا مش عن... موضوع مدامتي موضوع انا عم اقول لك بلجني. اوكي عرفت علي. انت مع حكومه تكنوقراط؟ اكيد. طب شو يعني تكنوقراط؟ تكنوقراط انه ما خاصه بال انه كيف بدي اقول لك يعني شو يعني تكنوقراط؟ يعني استقراض. يعني استقراض. أيوة. شو بيكون يعني تكنوقراط؟ يعني عم يستقرضونا. يعني عم يستقرضونا. ايوه من الزنار وبالنازل. من الزنار وبالنازل. 100% ما فهمت شيء انا. هي تكنو وكرات. اول شيء شو يعني تكنو؟ تلعبها بدي جي تكنو. يا عيني عليك. شو يعني كرات؟ فيها ار. شكرا لك. ميرسي. شو قال زياد الرحباني؟ ركزوا على الحكومه هاي الهايه. هاي الحكومه بس الهايه. ركزوا على البنك المركزي. يركزوا 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 على البنك المركزي. ما فهمت. لا إلنا لا إلنا وهالزيتونة لا إلنا حرامي حرامي رارو أكبر حرامي. الو انتوا هون على الزيتونة عم تشوا حلوم؟ لا متلمت حلوم معلش. عم بنوجع انا عم بنوجع. نحن بنرفض يعني احنا المفروض اليوم يكون في عندنا ضغط كبير جدا لساحة الشهداء برفع الصوت بهيدا الموضوع. لاحقا نخلع ضيمه شكرا لك. مسيره ثوره عدد كبير من المجتمع المدني. حسين شكرا لك. انا اللي بهدي كمان. انا اللي بهدي. ريما اساسا يعني منيح انه انت اصلا كنت من امبارح عم تقولي انه بدك تحط اللوجو. نحن منا ضد الاو تي في ابدا. مطلب من كل المراسلين يحطوا اللوجو عادي. اول شيء بنتشكر الي جادي لان جابها. مرسي مرسي ثانك يو عم يتشكرنا ثانك يو. العامة ويجب على الدولة انه هو يحكم على القضاء انه هو يحكم كلنا للوطن. احد الزملاء من تلفزيون ثاني حامل ميكرو الاو تي في انا برايي تتوجه لعنده وتحاوريه. كيفك؟ صافا ماشي الحال. هلا انت بتحب لوجو الاو تي في وفخور فيه؟ انا بدي اياكم تحطوا اللوجو ما هيك عم بيعرفوكم مزبوط؟ طيب هلا في قرار اداره معين يعني نحن نحن بدنا نغير راي الاداره مزبوط؟ بتعرف عظيم ريما خليه يعطيك اللوجو. طيب شو بتتصرف محلي يعني؟ انا محلك بشيل اللوجو من الميكرو بحطه عندي. طيب رح اخذ رح اخذ اللوجو. خافي لريما يا شباب. في شي لوجو ال بي سي؟ تحية للال بي سي يا شباب. هاي فشيت خلقي. فشيت خلقك معلوم. شكرا. نحن حدك نحن دعم لك اكيد. نحن بنحبك كثير. نحن بنحبك. ثانك يو. مش قصة حكومة والقصة مفهومة. جوعتونا كلنا واخرتكم عرومة.